نروح معاكم بقى دلوقتي لتاني ترند معانا وكان متصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهو هاشتاج برناردو سيلفا بعد ما فاز مع المنتخب البرتغالي بلقب البطولة وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة. تعالوا نشوف طبعا أبرز اللي انتشر عليه. ناصر المطيري قال برناردو سيلفا بيستحق يكون ضمن الثلاثة المرشحين للبالون دور. أما بيب مودير قال برناردو سيلفا طلع أفضل لاعب في البطولة ها ها ها. محمد قال البالون دور بتروح لبرناردو سيلفا. وكمان فيصل السباعي قال برناردو سيلفا قدم موسم خيالي جدا من ناحيه المستوى وكذلك البطولات، لكن لان اللاعب ليس كغيره ممن لديهم اعلام بيرفعون من اسهم اللاعب فلن يتصدر المشهد. هنروح كمان لباندر واللي قال شخصيا برشح اولا فان دايك وثانيا برناردو سيلفا. وكمان جالنا تويته تانية من زياد وقال برناردو سيلفا أكثر لاعب يستحق الكرة الذهبية الموسم ده. وجالنا تويته كمان من ياسر غراميز اللي قال مرشحين الثلاثة للكرة الذهبية هم هازارد وألسون وفان دايك وبرناردو سيلفا.